مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم ويوم سعيد إن شاء الله، وحلقة جديدة و30 دقيقة. بداية طبعا نحب نبارك لمنتخبنا الوطني فوزه بالأمس على منتخب سويسلاند ضمن الجولة الثالثة المجموعة العشرة، وكده بقى رصيد منتخبنا الوطني 6 نقط، وإن شاء الله بإذن الله يعني كده احنا هنتأهل في النهائي. طبعا الأسبوع اللي فات شفنا الفترة اللي فاتت كلها مباريات الكاس، مباريات الكاس اللي حصل بسببها شغب كتير جدا وكلام كتير جدا وأخطاء كتير جدا. يا ترى ايه أسباب الأخطاء دي؟ يرجع لمين ومين يتحمل مسؤولية كل اللي مرينا بيه الفترة اللي فاتت دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع بعضنا. جماهير الأهلي وجماهير الزمالك أو جماهير الزمالك والأهلي بيلقنوا أصحاب النفوس الضعيفة ومصدر الفتنة بين الجمهور المصري، بيلقنوهم درس في الأخلاق، درس في الأخلاق الرياضية. شفنا طبعا في مباراة الزمالك والهلال هتاف جماهير الزمالك لشهداء الأهلي، والعكس حصل برضو في مباراة الأهلي والاتحاد وهتاف جمهور الأهلي لشهداء الزمالك. صورة جميلة جدا ورائعة جدا، هي دي الرياضة المصرية، وده درس بنوجهه وطعنة قوية لأصحاب النفوس الضعيفة اللي حاولوا الفترة اللي فاتت يعملوا نوع من الفتنة بين الجماهير المصرية. طبعا هنطلع نشوف مع بعضينا هتافات جماهير الزمالك وجماهير الأهلي بالشهداء الرياضة المصرية، ونرجع نكمل معاكم أخبارنا النهاردة. رجعنا معاكم وهنكمل مباريات كاس مصر والفرق اللي تم تأهلها للدور 16، ولكن تعالوا بداية نتكلم في دور 32. المباراة الوحيدة التي لم تقام حتى الآن هي مباراة المصري، لأن كان فريق المصري طالب أنه يلعب على استاد بورسعيد، ويمكن من أحداث المؤسفة اللي حصلت في استاد بورسعيد لم يتم فتح الاستاد. المصري طالب بفتحه وبداية اللعب في الملعب، ولكن الجهات الأمنية ما وافقتش. طبعا هم عندهم عذرهم، يعني يمكن هم لسه خايفين او متخوفين ان اللي حصل لا قدر الله يحصل تاني، ولكن احنا بنقول خلينا نفتح صفحة جديدة وخلينا نفتح استاد بورسعيد مرة تانية للجماهير وللمباريات المصرية. نادي الجزيرة قال ان احنا كده هننسحب، لان احنا رحنا فعلا وتم تبليغ الحكام، ولكن قبل اجراء المباراة او قبل ميعاد المباراة ب 24 ساعة تم تأجيل المباراة ليوم 16 أكتوبر. ولكن الفرقة هددت بالانسحاب وقالت في صالح مين كل ده بيحصل. على كل حال لو حصل وتم لعب المباراة في بورسعيد والجهات الأمنية وافقت يعني خير، لو ما حصلش هيتم إقامة المباراة على استاد السلام أو في برج العرب. يعني في كل الأحوال إن شاء الله المباراة هيتم إقامتها يوم 16 شهر 10. الفرق اللي تم تأهلها للدور ال 16 طبعا خلاص عدت، ولكن قلنا ده الماتش الوحيد المؤجل، ولكن بطولة الكاس ينقصها العدالة. ازاي بطولة الكاس ينقصها العدالة؟
شفنا في توزيع مباريات البطولة الكاس، وده طبعا السؤال ولوم موجه للجنة التحكيم. تم الاستعانة ببعض الحكام صغار السن، نديهم فرصة، أنا مش ضد كده خالص، نلعبهم برضو أنا مش ضد كده خالص، ولكن هو حضرتك خلصت الحكام اللي عندك كلهم، رايح تجيب الحكام الصغيرين علشان يقيموا مباريات في كاس مصر؟ طيب دي نقطة. النقطة التانية، ليه حد بعينه يتم اختياره درجة تانية لإقامة بعض مباريات الكاس؟ ليه؟ علامات استفهام كتيرة جدا حول اختيار حكام لإدارة مباريات الكاس. طبعا كالعادة اللجنة تفتقر إلى العدالة، ده مش كده وبس، ده بالإضافة إلى إن في نوع من التلاعب بيحصل. يعني إيه التلاعب بيحصل؟ يعني أنا كعضو لجنة حكام عندي مباراة جنب بيتي، أروح أطلع أحط نفسي أراقب على المباراة دي. ده مش كده وبس، ده أنا أجيب حبايبي كمان من الحكام المقربين ليا علشان يديروا هذه المباريات. مش مهم بقى بلا عدالة بلا كلام فاضي، عدالة إيه؟ هي العزبة عزبتنا وإحنا نعمل فيها اللي إحنا عايزينه. والكلام اللي أنا بقوله ده حصل بالفعل، وأعضاء اللجنة عارفين إنه حصل. ولكن السؤال هنا، يا ترى رئيس لجنة الحكام عنده خبر باللي بيحصل، ولا هو أصلا مش فاضي علشان يدير المنظومة التحكيمية اللي بالفعل دخلها الفساد؟ بالفعل دخل المنظومة التحكيمية الفساد، وفساد واضح. واللي يعترض يخبط دماغه في الحيط، المكان مكاننا والورق ورقنا والدنيا دنيتنا وكل حاجة زي الفل. نتمنى ان الكلام ده ما يندربش بعض الحائط، نتمنى ان يحصل نوع من الوقفة، وزي ما قلنا قبل كده لازم يكون في حساب، لازم يكون في حساب علشان نحد من الأخطاء اللي بتحصل دي، لأن في ناس كتير قوي يستنوا انهم يطلعوا يلعبوا، الناس دي مركون عرف ليه الله أعلم، ولما تتكلم تقول ما هو كده ما فيش كلام تاني. طيب تعالوا بينا ناخد اتصال تليفوني من المشرف على لجنة الحكام دكتور عزب حجاج. أهلا بحضرتك يا فندم. معانا الاتصال؟ ايوه موجود معايا على الخط. الو، ايوه صباح الخير. صباح الخير. ايه يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. دكتور عزب، كنا عايزين نستفسر من حضرتك على مجموعة من التساؤلات اللي بتدور في يعني عند مجموعة كبيرة جدا من الحكام وفي الوسط الرياضي بوجه عام. توزيع مباريات الكاس، البعض قال واحنا بنقول ان فيها نوع من عدم العدالة، وخصوصا الدفع بحكام صغار السن في حال وجود حكام كبار ما بيلعبوش. عايزين نعرف حضرتك المبرر للموضوع ده. هما الحكام حضرتك اللي لعبوا الكاس مصر دور ال 32 وقبلها التمهيدي الخامس، الناس دي لجنه الحكام بتتابعهم بقالها فتره اكتر من سنه، خدوا مباريات كتير جدا في القسم الثالث وخدوا مباريات في القسم الثاني اللي هو الممتاز به، وقلنا فرصه ان كاس مصر دور ال 32 معظم الفرق الدرجه الاولى هتقابل فرق درجه ثانيه او درجه ثالثه، ففرصه ندفع بالحكام دي نشوف او نقف على مستواهم الحقيقي. فاحنا في التجربه دي اعتقد ان احنا كلجنه حكام او كتحكيم مصري استفاد منها كتير، سواء بالسلب او بالايجاب. ازاي بالسلب وازاي بالايجاب؟ بالايجاب ان احنا وقفنا على مستوى بعض الحكام واصبح اطمننا لمستواهم ان احنا ممكن نقدر ندفع بيهم في الدوري الممتاز، وايضا هناك بعض الحكام تحتاج الى يعني شغل كتير او تحتاج الى تطوير في ادائها، فدي حاجه ايجابيه مش سلبيه. السؤال بتاع حضرتك اللي هو الحكام الدرجه الاولى، حكام الدرجه الاولى على التوازي بيراقبوا بطريقه محدده وبطريقه علميه من قبل لجنه الحكام الرئيسيه، وان شاء الله قريب جدا هنشوف حكام درجه اولى من اللي حضرتك
بتتكلمي عليهم دول بيلعبوا في الدوري الممتاز. تمام. طيب عايزين نعرف كمان من حضرتك تأجيل الأمن للقاء المصري والجزيرة المطروحي لغاية دلوقتي لم يعني خلاص يكون في قرار نهائي في إقامة المباراة؟ احنا بلغنا الحكام كباقي المباريات ال 16 وفوجئنا بالليل ليله المباراه بتاجيل المباراه، حتى الان لم يصلنا تعديل ولا ميعاد المباراه هتتلعب فين ولا انت، هم قالوا لنا يوم 16 انما ما قالولناش هتتلعب فين، انما اعتقد ان شاء الله باذن الله تتلعب في ميعادها يوم 16 سواء في بورسعيد او في اي مكان، المهم ان هي تتلعب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب عايزين نعرف من حضرتك الحكام اللي تم ايقافهم الفتره الماضيه بسبب الاخطاء التحكيميه اللي حصلت اثناء بعض المباريات، مش في بعض منهم تم وقفهم والبعض ايه رجع؟ يعني احنا بنطلب حضراتكم بان خلاص عفى الله عما سلف والحكام اللي هم الموقوفين حتى الان كلهم بقى يبداوا يرجعوا من بدايه اسبوع الدوري القادم. هو كلام حضرتك مظبوط لسبب، احنا ما بنوقفش حكم، احنا عندنا الحكم اخطا في المستوى الاول بيلعب في المستوى الثاني، اخطا في المستوى الثاني بيلعب في القسم الثالث، ليه؟ عشان يفضل محافظ على حساسيه المباراه، اما نحب ندفع بيه في المباريات اللي هي المستوى الاصلي اللي هو بيلعب فيه يكون جاهز وما عندناش مشكله خالص، وكل الحكام يعني عندنا واحد وان شاء الله ربنا يوفقهم ويوفق التحكيم المصري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه للحكام اللي بتخطا وحضرتك بتقول بينزلوا من الممتاز للقسم الثاني، هم كده مش بياخدوا مكان الحكام اللي اصلا ما بيحكموش غير القسم الثاني؟ لا مش اصل مش للدرجه، هو ممكن ينزل مباراه مبارتين وبيرجع تاني، انما الحكم اللي هو الكبير ده احنا محتاجينه اللي هو اخطا ده احنا محتاجينه يخلص لنا في المباريات الكبيره، وبعدين المباريات كتير جدا في القسم الثاني وفي القسم الثالث والحكام معظمها بتلعب ما بنأثرش على حد يعني. ايوه. القائمه الدوليه ايه اخبارها لغايه دلوقتي؟ القائمه الدوليه اتحكت في ميعادها 1/10 وان شاء الله ان شاء الله يكون خير لمصر ويزيد العدد والحكام كلها تبقى مبسوطه والامور تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. في البعض قالوا ان بدل ما هيكون 7 حكام هيكونوا 9 حكام، الكلام ده صحيح؟ والله احنا عملنا اللي علينا وبعتنا المطلوب وبعتنا الخطابات وبعتنا كل المستندات اللي الاتحاد الدولي عايزها، وبعدين بقى الاتحاد الدولي هو ياخد القرار، ربنا يسهل ان شاء الله ويكون في صالح التحكيم المصري ان شاء الله باذن الله ويزود العدد ان شاء الله. النتيجه النهائيه او هيتم اعلام لجنه الحكام المصريه بالنتيجه امتى؟ لا هو بيبقى في خلال شهر 12، يعني في اجتماع في الاتحاد الدولي بيبقى في نص 11، اول ما بيجتمع الاخبار بتوصل للاتحادات على طول ان شاء الله. طيب تصنيف الاتحاد الافريقي للحكام الدوليين، سمعنا ان الفتره الجايه هيكون في اعاده تصنيف، في اجتماع كده معين هيتم وبناء عليه هيتم تصنيف الحكام، في تغيير في الحكام المصنفين حاليا ولا هيتم اضافه حكام ليهم؟ والله احنا كلجنه حكام مصريه ما لناش اي تدخل في الموضوع ده، الموضوع ده خاص بالاتحاد الافريقي، وطبعا فرصه كويسه ان معانا هناك في الاتحاد الافريقي الكابتن عصام عبد الفتاح اللي هو رئيس لجنه الحكام وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري، فتواجده هناك ان شاء الله في الاجتماعات وكعضو مؤثر في الاتحاد الافريقي في لجنه الحكام، اعتقد ان شاء الله هيكون في خير لحكام مصر ان شاء الله باذن الله. طيب الدفع بالحكام الصغار لمباريات الكاس او البعض منهم ايضا بيتم دفعه كده على يعني مر وقت معين في مباريات الدوري الممتاز، الحكام دول مش شايف ان احنا كده ممكن نوقعهم في خطا يرجعهم يعني 1000 خطوه لورا؟ لا هو عموما احنا كلجنه ما بندفعش بحكم الا ما بيكون خاض اكتر من مباراه وتجارب كتير، وبعدين احنا بنحاول نرفعه لفوق شويه وهو بقى التوفيق من عند ربنا، يعني اذا ربنا وفقه بيبقى كسبنا حكم، واذا لم يوفق احنا بنحاول برضه نحاول نرجعه تاني ونعيده تاني ونطور اداؤه بحيث ان احنا ما نخسرش، لان الحكم ما بيتعملش في سنه ولا في سنتين ولا في ثلاثه، الحكم بياخد وقت كتير جدا ومباريات كتير جدا على اساس الناس تشوفه وتعرف ان ده حكم. طيب عايزين نعرف نقطة تانية، معلش منطول على حضرتك ولكن احنا عايزين على قدر الامكان نرد على كل الاسئلة اللي بتوصلنا من الحكام، حكام الدرجة التانية والتالتة وحكام الدرجة الاولى، عايزين نعرف مين اللي له صلاحية توزيع المباريات، هل اللجنة الرئيسية ولا اللجنة الفرعية، او في مباريات بتكون اللجنة الرئيسية هي اللي بتوزعها ومباريات تانية بتكون اللجنة الفرعية هي اللي بتوزعها؟
لجنة الحكام الرئيسية المسؤولة عن التحكيم المصري أو توزيع المباريات في القسم الأول والقسم الثاني والمباريات المهمة في القسم الثالث. القسم الثالث السنة دي ممكن شاهد تطور شوية، إن إحنا نحاول نخليه تعيينه يكون من قبل لجنة الحكام الرئيسية وبالتنسيق مع لجنة الحكام الفرع، وبالتنسيق أيضا مع لجنة مسابقات الفرع، لأن لجنة المسابقات بتقول لنا مثلا مباراة كذا وكذا مهمة، مباراة كذا وكذا في وسط الجدول، فإحنا دايما بنعمل تنسيق مع لجنة حكام الفرع ولجنة حكام المسابقات ولجنة المسابقات بتاع الفرع. انما احنا السنه دي كلجنه حكام رئيسيه حطينا ايدينا اكتر شويه في القسم الثالث عن قبل كده يعني. كان في اللي هي المعسكرات الدوريه اللي كانت بتتعمل في موقع الهدف، دلوقتي في اصلاحات، فدلوقتي بتحليل الالعاب والاخطاء والاجتماعات اللي كانت بتحصل، عرفنا ان هي مش شغاله حاليا. ازاي بتقدروا تعرضوا اخطاء الحكام علشان يكون في نوع من الاصلاح ويتم تعريف كل حكم باخطائه؟ لا، احنا شغالين في التحليل ده من اكتر من كام سنه، فاحنا ما وقفناش. احنا الهدف في اصلاحات، ولكن احنا عملنا التحليل في قاعه الاجتماعات في اتحاد الكره تحت، واجرنا اكتر من مره ملعب شباب الجزيره، مركز شباب الجزيره، عملنا فيه العملي، وممكن يكون عدى بس اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع بالكثير ان احنا ما عملناش في التحليل، ولكن بنبعت للحكام الاخطاء بتاعتهم وبنبعت للحكم نستدعيه، وبعتنا لكذا طقم، يعني مش حكم لوحده، كذا طقم يجي اللجنه نستدعيه ونوريه الالعاب بتاعته وكيفيه اصلاحها او كيفيه تفادي الاخطاء دي في المباريات المقبله ان شاء الله. هل هناك معامله خاصه لبعض الحكام؟ احنا مش عايزين نقول الكلام ده، يعني ايه معامله خاصه؟ انت في المثل البلدي كبر ابنك خويه، انت لما يكون عندك حكم كبير، حكم دولي، فيه خطا، فانت بتتعامل معاه برضه بقدر الايه؟ المعامله، او بقدر نجوميته، او بقدر كبره. ده يديه الحق، انه ما يتعاقبش لما يخطئ؟ لا، كله بيتعاقب، مفيش حاجه اسمها مش كله بيتعاقب، ولكن العقاب لم يعلن. لما يكون حكم دولي بيغلط او مثلا وبعدين ينزل يلعب في القسم الثاني او يختفي شويه عن الاضواء، ده مش عقاب؟ اكيد. على فكره العقاب، على فكره بيبقى عقاب قاسي جدا على الحكم ان هو يبعد عن المباريات. اكيد. مفيش حد ما بيتعاقبش، كله بيتعاقب، ولكن احنا ما بنعلنش العقوبات. البعض، يعني البعض وجه اللوم على بعض اعضاء المنظومه التحكيميه في ان هم بيختاروا مباريات معينه ليهم او للمقربين ليهم لاداره هذه المباريات، ايه رد حضرتك على هذا اللوم؟ الكلام ده كله عار من الصحه، لان التعيينات بتتم في لجنه التعيينات في اكتر من 2 او 3، بنقعد الناس بتقعد بتختار الحكم، بتختار المساعد، بتختار حتى الحكم الرابع، مفيش حد بيستاثر بحاجه معينه ولا حد بيختار حاجه معينه. المهم ان احنا بندور على مصلحه المباراه وان المباراه تنجح، ومصلحه الحكم ايضا اللي ينفع يروح المباراه، يعني مش شرط، يعني احنا اهم حاجه عندنا الحكم ينجح والمباراه تنجح، فدي ما بيخشش فيها بقى حته ده بيختار او ده صاحبه او ده قريب، مفيش الكلام ده خالص، الكلام ده بيتداول، ودي طبيعه البشر، محدش بيسيب حد، كل الناس بتحاول تكسر في اي حد ناجح او في اي حد شغال، انما احنا كلجنه ولا الكلام ده بيفرق معانا، احنا شغالين، عندنا مسابقات كتير، عندنا مباريات كتير، لما يكون لعبنا مثلا اكتر من 100 مباراه ما يحصل خطا في مباراه ولا مباراتين، ايه المشكله؟ كل دوريات العالم بيحصل الكلام ده، ولكن احنا بس اللي مركزين على الاخطاء شويه. المشكلة هنا ان حضرتك لما يحصل خطأ او اتنين مفيش اي مشكلة، ولكن تكرار الاخطاء اللي تؤثر على نتيجة المباراة هنا يبقى في مشكلة اكيد لازم نحلها. ما هو ده بيحصل في كل الدوريات، ماشي، انا ما بقولش لا، ولكن النسبة تكاد تكون يعني مش كبيرة، نسبة عادية او معقولة في كل الدوريات. ولذلك احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين المباريات ماشيه كويس، سواء بحكام صغار سواء بحكام كبار، العمليه نسبه الاخطاء معقوله وفي الطبيعي، وان شاء الله يكملوا على خير الحكام وينهوا موسم زي السنه اللي فاتت كده ان شاء الله بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. طيب الاهلي كان طلع قرار بان هو عايز حكام اوروبيين، يا ترى في جديد في الموضوع ده ولا لسه لم يعني يتم اتخاذ قرار نهائي؟ لا، هو بعت الجواب، النادي الاهلي بعت الخطاب، والنادي والاتحاد الكوره رد عليه، واحنا تحت امر الاتحاد الكوره في اي طلب يطلبه كلجنه حكام. اتحاد الكوره يقول عايز طقم اجنبي لاي مباراه احنا جاهزين، عايز طقم مصري احنا جاهزين، مفيش مشكله بالنسبه لنا خالص يعني.
يعني وارد، بس هو يتحمل تكلفة ايوه، ما هو الحكام. الخطاب اللي راح للنادي للانديه كلها لانديه مصر، ان يبعت قبلها ب 10 ايام ويبعت مبلغ من الدولارات يوازي مصاريف الحكام اللي هتيجي من اوروبا في قبلها ب 10 ايام. تمام، في أي اختبارات أو للحكام الفترة اللي جاية؟ الحكام احنا اللي احنا 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 اعتقد ان احنا الاختبارات شغاله طول السنه، يعني اختبارات سواء لحكام سواء لمراقبين سواء لمحاضرين. يعني احنا بمناسبه الكلام ده احنا عندنا ان شاء الله يوم الاثنين في دفعه مراقبين جدد ان شاء الله هنعمل جميل. لها كورس في اتحاد الكوره يوم الاثنين، وهنكمل يوم الثلاث والاربع والخميس ان شاء الله عندنا كورس لباقي مراقبين مصر لاطلاعهم على التعديلات الجديده، تمام. وبحيث يبقوا مواكبين وهو بيروح يشوف المباراه او بيراقب الحكم يبقى عارف ايه الجديد في التحكيم تمام ان شاء جميل. الله. في مجموعة من الحكام لسه لغاية دلوقتي ما خدوش التعديلات في القانون، هيتم عمل تجمع ليهم علشان ياخدوا الفرصة ولا لسه؟ لا لا، احنا دلوقتي كلجنه الناس بتروح تزور المناطق، ناس راحت من اللجنه الرئيسيه، راحوا الكابتن وجيه وكابتن ناصر راحوا اسكندريه وراحوا البحيره، والنهارده كابتن ناصر في الغربيه غربية. وكابتن وجيه، ويعني العمليه مستمره وان شاء الله يروحوا بني سويف قريب في خلال يومين ثلاثه جايين هم والفيوم. فاحنا عندنا الناس شغاله، وعندنا في كل محاضر في كل منطقه محاضر، كل منطقه محاضر اصلا معين من قبل لجنه الحكام الرئيسيه بيدي محاضره كل اسبوع فيها الجديد وفيها التعديلات، فكل الناس سواء جود درجه ثانيه درجه ثالثه كله بياخد التعديلات بالتوازي مع حكام الدرجه الاولى، لحين التجمع اللي لجنه الحكام الرئيسيه بتعمله كنوع من يعني دفع لمعنويات الحكام، وفي الوقت نفسه يشوفوا الحكام الصغيرين ويشوفوا الحكام الكبار يعني يتابعوا نشاطهم ويطبقوا نشاط اللجنه كمان. تمام. فاحنا مش قاعدين يعني زي ما الناس متخيله. لا احنا عارفين ان حضرتك يعني من انشط اعضاء اللجنة، يعني بتعمل بدون يعني بدون يعني ملل ولا كلل من اي شيء، بالعكس يمكن حضرتك من دينامو لجنة الحكام. عايزة من حضرتك رسالة لكل حكامكو الصغيرين قبل الكبار، تطمنهم بيها ان انتوا ان هم هيطلعوا وهيلعبوا وهيتواجدوا الفترة اللي جاية، انه هيكون في نوع من النظر ليهم. انا بقول لكل حكام مصر ما تحسوش ان انتوا احنا ناسيينكم او حاجه، الناس اللي ما خدتش النهارده تاخد بكره، وكل الحكام هتشاف، وكل الحكام على مسافه واحده ان شاء الله مننا كلجنه حكام رئيسيه، واحنا نفسنا ننجح ونفسنا لجنه الحكام تنجح ونفسنا نشوف حكم، اما بنشوف حكم طالع بنبقى فرحانين بيه اكتر من اي حاجه، فمحدش من الحكام يفتكر ان احنا مقصرين معاه ولا حاجه، انما احنا عندنا عدد كبير جدا من الحكام، مش هينفع كل ده يتشاف في 16 ماتش او هيتشاف في 20 أكيد. ماتش او هيتشاف في اسبوع، فعلى مدار السنه كل واحد كل حكم هيتشاف وهيبقى عارف هو موقفه ايه بالظبط من التحكيم ان شاء إن الله. شاء الله. بنشكر حضرتك يا دكتور شكرا. على المداخلة بتاعت حضرتك، وأسعدتنا بوجودك معانا النهاردة والرد على أسئلتنا وأسئلة حكام كتير قوي كانوا حابين يعرفوا الرد عليها. شكرا دكتور. أعتقد دكتور عزب رد على أسئلة كتير قوي، يعني أنا كنت بحاول الأسئلة اللي بتتبعت لي على طول بقولها له، علشان كده يعني احنا حاولنا نعمل عملية ربط بين اللجنة وبين الحكام، مش الحكام الكبار بس، لا الحكام الصغيرين قبل الكبار، الحكام اللي حاسين ان احنا مظلومين احنا ما بنلعبش. ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هيكون في إعادة نظر في توزيع المباريات، وان شاء الله الكل يطلع والكل يلعب، بس ان شاء الله كمان مقابل كده الكل يقدم أداء تحكيمي عالي. سيادة المستشار مرتضى منصور بيقول إن هاني أبو ريدة دفع 300,000 دولار من جيبه لحل أزمة خصم النقاط، والأزمة انتهت، يعني أزمة خصم النقاط خلاص انتهت. أضاف أيضا إن مشكلة خصم النقاط لولا تدخل هاني أبو ريدة في حل الأزمة كانت زمان الأزمة مستمرة. ثروت سويلم، اتحاد الكرة قد قام بدفع غرامات
تجمعات الزمالك 300,000 دولار من خزينة الاتحاد حتى لا يتعرض النادي لعقوبات لمساندة هذا النادي الكبير. واجب على الاتحاد المصري مساندة كل أندية مصر. سمعنا الفترة الأخيرة انسحاب أو تراجع هاني السعيد عن تقديم أوراقه في انتخابات المكملة لاتحاد الكورة. الأخبار اللي وصلتنا كمان إن بعد انتهاء هذه الانتخابات في قرار مهم جدا هيتم إصداره. القرار اللي هقوله ده ما سمعتهوش ولا حد قاله، يعني حصري معانا إحنا بس في 30 دقيقة. القرار هو البقاء على مسابقة الدوري الممتاز كما هي، يعني النظام اللي قالوا عليه لسه هيتأجل شوية، وأعتقد ده هيفرح أندية كتير جدا، هيفرح ناس كتير جدا، وفي نفس الوقت هيدينا فرصة ان احنا نفكر بعدم تطبيق النظام اللي كان هيتطبق ده، لانه كله كلكعة وفي ظلم كتير لأندية القسم التاني. يمكن كمان بعد قرار القرار ده ان شاء الله ما يتم تنفيذه، هنلاقي ان في بعض الأندية هتعترض. اعتقد ان الأندية دي هي الأندية المرتاحة ماديا، او الأندية اللي هي بتقول احنا كده كده صاعدين ومش هيفرق معانا النظام القديم او النظام الجديد، ولكن الأندية التانية هي اللي هيفرق معاها جدا البقاء على النظام القديم. ونتمنى ان شاء الله ان المجموعه اللي هتنجح باذن الله فعلا ينفذوا لنا الكلام ده والوعد ده اللي تم اخذه او قالوا ان هم هيعملوا كده الفتره اللي جايه. في تصريح كده لكابتن حسام البدري بيقول فيه، يعني حاب ان احنا نقوله: ارفض المزايده على اخلاصي للاهلي، كيف ارفض كينو؟ نفس هؤلاء هم من هاجموني بالتعاقد مع وليد ازارو والاعتماد عليه بشكل اساسي، والان يتغنون به. ده طبعا رد على كلام كابتن احمد شوبير. مدرب إنبي بيقول إن حمدي فتحي مستمر مع إنبي ولن يرحل للأهلي حتى لو عرض علينا خدمات بعض من لاعبي، سنرفض لأنه هو لاعب أساسي في نادي إنبي. الأهلي بيحدد 21 أكتوبر موعدا للسفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق ستيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أخيرا يعني يمكن من أهم الحاجات اللي كنت حابة إن أنا أختم بيها النهاردة هي محاولة عملية الربط بين لجنة الحكام وبين الحكام المتضررين. نتمنى إن شاء الله بإذن الله رسالة دكتور عزب المشرف العام على لجنة الحكام النهاردة تكون يعني إيه أسلجت يعني قلوب البعض، وإن شاء الله دايما كده نحاول تقريب وجهات النظر. الوقت خلص معاكم بسرعة زي كل مرة، ولكن إن شاء الله بنوعدكم نكون معاكم الحلقة الجاية وفي نفس الميعاد وبأخبار جديدة وحصريات جديدة. انتظرونا إن شاء الله يوم السبت الجاي و30 دقيقة. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.